السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابا لاتيشيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم قضبان بالديك الرومي في الفرن مرفوق بقليل من الخضر اللي صوتيتها في قليل من زيت الزيتون. صراحة كيجيو لذادين ورائعين في الشكل وفي المذاق، وكيجيو رطبين ماشي ناشفين واخا دايرهم في الفران، حيتاش هاد الفرماج كيخليهم رطب، وحتى عصير الحامض حتى هو. وقدمتهم بهذا الشكل هذا تحت طلب واحد الاخت، كانت طلبت مني انني ندير قضبان بالديك الرومي، وان شاء الله غادي نقدم لكم مزيد من الوصفات. وللمزيد من الوصفات زوروا موقعي www.latishiwat.com. نمر الى المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج الى صدر لدانت، يعني ماشي الدجاج اللي ديجا قطعته مكعبات وغسلته مزيان بخل التفاح اللي هو هذا، كنصحكم به باش تغسلوا جميع اللحوم ديالكم او الخضروات او الفواكه، كيعقم مزيان. والصراحه بالنسبه للحم كيطريه، يعني كيطيب دغيا، ماشي كيما ديريه هكاك يعني بلا ما تغسليه بهذا الخل، وكيحيد طبعا الريحه نتاع السفوريه اكيد. هذا هو، انا ديما عندي موجود في المطبخ، كنستعملو بزاف صراحه، كيصلح بزاف بزاف بزاف، خصوصا الدجاج اللي كنلقاو فيه هذيك الرائحه ديال السفوريه ما كتبقاش نهائيا. وغادي نحتاج لواحد التتبيله اللي مكونه بقليل من زيت الزيتون، عصير حامضه، قليل من القزبر اليابس، قليل من الكركم، قليل من الزنجبيل، قليل من الفلفل الأحمر، قليل من الفلفل الأسود، ملح حسب الذوق طبعا. وبالنسبة لحاجة أخرى، أنا درت الزريعة نتاع قزبر مطحونة، ماشي القزبر، إنما زريعة القزبر اللي كتعطي واحد النكهة خاصة لهاد القضبان والبزاف ديال الحوايج والحوت والكفتة واي حاجة يمكن لك تديريها فيها. وهنايا واحد نص بصلة اللي قطعتها رقيقة بزاف بزاف، ما حكيتهاش ولكن قطعتها بالقطاعة رقيقة بزاف، يعني ما غاديش تجي باينة بزاف. والثوم مهروسة ولامطارت واحد الكمية قليلة طبعا على حسب مكعبات ديال لاداند اللي غادي ديرو، يعني على حسب الكمية اللي بغيتو صافي، يعني ماشي ضروري خص نعطيكم واحد الكمية، على حسب افراد الاشخاص اللي عندكم. نمر الى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. دابا غادي بالعكس، غادي نديرو هنا في هاد التتبيلة مكعبات الدجاج ديالنا، لانو لدانت والبصل كيف كتلاحظو والثوم ولاموطارد، غادي نخلطوهم مزيان ونخليوهم 3 ديال السوايع او اكثر، الاحسن ما تخليهمش يباتوا، حيت اللحوم فاش كديري فيها البصله وتخليها تبات، انما كيقول لك كترجع يعني بحال السموم ما عرفتش. مهم الاحسن الواحد يديرهم مثلا، الا كنتو غادي ديروهم العشاء تبلوهم في الغداء وديروهم، اما الا كنتو غادي ديروهم في الغداء فوجدوهم مع الصباح، ومن بعد في الغداء غادي تشويوهم. غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي
وغادي نوضعهم في الثلاجه واحد 3 ديال السوايع. دابا راني درتهم مع الصباح، ان شاء الله في الغدا غادي نشويهم وغادي نوريكم كيفاش غادي يجيو ان شاء الله. ودابا بعد ما خليتهم 3 ديال السوايع كنديرهم في هاد القضبان ديال العود، يمكن لكم ديروهم في ديال الحديد كيف بغيتو، غير هكا تفوتوهم في واحد المقلة تقدروا تفوتوهم، يمكن لكم ديروهم في هكا بحال هاد القضبان ديال هذا السفاف ديال اللوح، ولكن ديروهم في آلة البانيني، تشويوهم في آلة البانيني الصراحة كيجيو رائعين، ولكن أنا ما عنديش الوقت باش نبقى مقابلاهم، غادي نديرهم في الفران وكنستعمل هاد الطريقة باش كيجيو مشويين، ما كنحطهمش ديريكت في الصني باش ما يبقاوش يتلقاو الماء، يعني غادي يتلقاو الماء بزاف ملي نديرهم في الصني، مي هكا بحال الا راكو تشويهم في الشواية، يعني كيجيو رائعين رطب ولذات، خاصة الا خليتوهم يعني تشربوا هذيك الصلصة اللي درناهم فيها كيف كتلاحظوا. وغادي نستمر بحال هكذا حتى نسالي، وغادي نديرهم في الفران باش يطيبوا ان شاء الله، ونوريهم لكم كيفاش غادي يجيو. وها هما كيف كتلاحظوا بعد ما ساليتهم غادي نديرهم في الفران باش يطيبوا ان شاء الله، وغادي نتلاقاو من بعد. كيف كتلاحظوا بعد ما خرجتهم من الفران دريت عليهم شويه الجبن مبشور هكذا واحد شويه، ودابا غادي ندخلهم الفران وهو سخون ولكن مطفي غير باش يذوب هذاك الفخوماج، وغادي نحيدهم ونقدمهم ان شاء الله. هذا الفخوماج كيعطيه واحد اللذه صراحه هائله، غادي تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، انا قدمتهم مع هاد الخضر اللي كيسميوها هنا في اسبانيا بشامفاينا او بالفرنسيه خطاطوس، المهم بالعربيه خضر يعني قطعه كفلفل احمر اخضر قرعه دنجان بصل ثوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم فيديو بهاد الخضر اللي بهذا الشكل هذا، وباش ممكن ترفقيها، يمكن لك ترفقي بها بحال هكذا القضبان او المشويات، صراحه كتجي لذيذه ورائعه وصحيه 100% حيت غادي ناكلو جميع الخضر مقليين في قليل من زيت الزيتون. وبالنسبه للقضبان الديك الرومي فهي كتجي رطبه ولذيذه، وهذا الفرماج كيعطيها واحد النكهه خاصه، كيجي بحال الا كتاكلي بانيني. اتمنى ان تنال الوصفه اعجابكم وان تجربوها، لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس، انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.